لكن انت ما سددتش حاجه من السلفه القديمه. تمام يا سعاده، تمام، بس ده ظرف طارئ وقاسي، بنتي مريضه ولازم اعرضها على طبيب اعصاب. انا مقدر ظروفك يا ابراهيم افندي، وكان بودي اساعدك، لكن التعليمات غير كده، واظن سبق لفتنا نظرك. دي صدمه شديده يا سعاده، بس ممكن تتساهلوا مع موظف قديم في الشركه زي حالتي. بالعكس، انت اللي حقك تراعي التعليمات لانك موظف قديم. اعمل ايه؟ الجا لمين؟ دي مشكلتك انت يا ابراهيم افندي. طيب.